نعم، كورونا اثرت على ضرب عمر من ناحيه التلكوميونيكاسيون ما بين التجار ديال الشينوا، من ناحيه حتى الغير ديال الشينوا اللي كانت كتباع كتدخل من السلعه، وهذا الشيء هي اللي كانت محركه. دابا القضيه ما بقاش محركه، دابا اكثريه ديال الناس اللي باقى عندهم السلعه اللي باقى عندهم في الديبو ياك كي حركتي كيريوسيكلو كيعاودوا البيع وكيعاودوا يجيبوا نفس ديك السلعه، ما كيجيبوش سلعه اخرى جديده، لان ديك السلعه اللي كانت كتدخل من الشينوا ما بقاتش، فهمتيني؟ مع هذا المشكل اللي طاريني في الصين، وهذا المشكل ديال الفيروس اللي وقع عليهم حتى هما دابا، والترونات حتى الكوميرسيال لا في الصين ولا في المغرب مرون. تنبيع وتشري في الشيء ديال ضرب عمر، هادشي كامل عندي محل. واش بصح الثمن زاد؟ زاد بزاف بزاف، بيتك مثلا كنا تناخذها ب 70 درهم تناخذها ب 120 درهم، بشحال نبيعها للمستهلك؟ اصلا غادي جايه في مستهلك، ما جبتش شي واحد اخر. انا غادي نشريها ب 80 درهم مثلا، مو نشريها ب 80 درهم، نشريها ب 100 درهم، نبيعها ب 100 اربح فيها. ياك، واحد اخر ما غادي، شكون اللي غيتضرر؟ المواطن، شكون يقول لك المرض كورونا هو السبب، السلعه تحبس من الشينوا. وكنا الشيء راه عادي، نجي نشوف راه الشيء راه عادي. حيت تا هما راه فاش كنا تنجي ناخذها ب 75 درهم ما تزيدش عليك. ولكن فاش تزيد عليه توا من الملايير تزيد علينا حتى حنايا، تزيد على المواطن. لا بالعكس، الخدمه غاده مزيانه، داك الشيء غادي مقاد وهذا. بالنسبه للسلعه واش راه كتدخل عاديه؟ كتدخل عاديه الحمد لله، السلعه داك الشيء الامور مضبوطه، الناس خدامه بخير عادي بحال ما كاين والو. من ناحيه السلعه الشينوا غادي غتقلال، غتقلال بواحد الشكل باهظ، غتقلال وما غاديش حتى داك البيع اللي كان صحاب القصر ديال الشينوا اللي كانوا كيخدموا، ما بقاش ديك الخدمه اللي كانت. دابا اكثريه كيبيعوا شي، دابا اللي خدامه هي الصنداله السبرديله، هادشي هما اللي خدام. بحال دابا لي زارتيكل اللي غابرين ديال الشينوا ما باقا ما كاينش، ما داخلاش وما كايناش في السوق. ضرب عمر راه قيود شحال هادي اخي، مقيود شحال هادي. و كم زادت عليه هذيك القضيه كورونا. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتب بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.